تفسير الراوندي للقرآن بمجهر المنطق والعلم. حلقة قاف واحد سورة الفاتحة. أهدي كل أعمالي التنويرية إلى الشخصية الحرة والمفكر العظيم أبو الحسن أحمد الراوندي، الذي كان من أوائل من نقد الإسلام بأنه دين خرافات وأكاذيب. طلال الراوندي. أهلا ومرحبا بالمشاهدين والمتابعين الكرام من الأخوة والأخوات. في هذه الحلقة وحلقات عديدة أخرى إن شاءت الأقدار والظروف، سأفسر القرآن مستخدما مجهر العقل بعدسات المنطق والعلم، بعيدا عن القيل والقال وحدثنا فلان عن فلان. في تفسيري ستجدون خلافا ب180 درجة عن التفاسير التقليدية المعروفة عند المسلمين، والتي بدأت منذ ما يقارب 11 قرنا، تناولها 42 مفسرا ممن زعم أنهم علماء في تفسير القرآن، وكان من بينهم 23 مفسرا من أصول غير عربية. يجب أن لا ننسى أن الهدف الرئيسي للمفسرين المسلمين هو خدمة وحماية النص، لأنهم سلموا بأن النصوص القرآنية هي وحي إلهي، كل ما فيها حقائق مطلقة، وبالتالي فكل ما يصبو إليه هؤلاء المفسرون هو تكليل النصوص القرآنية بهالة القدسية لترى على أنها فريدة وبليغة ومحكمة ومعجزة، وخاصة إن كان ظاهرها مخالفا لكل ذلك، أو إذا تعارض مضمونها مع المنطق أو الواقعية أو العلم. ومن هذا المنطلق ابتكر المفسرون فنون التأويل والترقيع والتلاعب في مفردات اللغة، وتفعيل ما هب ودب من القصص والأساطير ليظهروا النص على أنه إلهي، ومهما بلغت السخافة في كلماته أو التناقض في مضمونه. وإليكم بعض الأمثلة. أولا، التأكيد على أن هناك 7 سماوات طباقا، رغم أن العلم لم يثبت وجود أي سماء في هذا الكون. ثانيا، التأكيد على أن إله الكون الله يستوي على عرش في الفضاء تحمله ملائكة السماء، وهذا العرش قائم فوق الماء. ثالثا، الادعاء أن مني الرجل يخرج من بين صلبه وترائبه، ولو أكد العلم أن هذا الادعاء هراء بهراء. رابعا، الشمس تجري لمستقر لها، ولكن عقولكم يا ملحدين لهذا الأمر لا تعي ولا ترى. خامسا، عظام الجنين تتشكل أولا ثم تكسى باللحم بعد ذلك، لأن الله قال ثم كسونا العظام لحما. سادسا، الشهب والنجوم هي صواريخ موجهة لأولئك الشياطين الذين يصعدون إلى السماء للتجسس على ملكوت الله. أما تفسيري أنا طلال الراوندي، فلن يأتي من نبع الخيال أو نبع الأساطير، وإنما بتوجيه من المنطق الخاضع لمجهر العقلانية والتجارب العلمية، وكلاهما لا يقبل أي ترقيع ولا يتسع لأي تدليس. كل آية أفسرها سأحاول تعريتها بثلاثة معايير استفسارية: السبب، المضمون، النتائج. وبعبارة أخرى، لماذا قيلت الآية أو ما هو سبب ذكرها؟
وما هو مضمونها وما هدفها المقصود. لنبدأ على بركة العقل والعلم بسورة الفاتحة. قال عنها محمد: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. ولقد سميت أم الكتاب الشفاء، الرقية، الكافية، الوافية، القرآن العظيم، السبع المثاني والأساس. هذا وفقا لما أتى عن محمد والصحابة والتابعين وبعض رجال الدين المسلمين. أسباب النزول: يعود سبب نزول سورة الفاتحة إلى حادثة وقعت بين محمد وورقة بن نوفل، حيث قيل أن محمد عندما كان يخلو بنفسه كان يسمع مناديا يناديه: يا محمد، وكان ينطلق هاربا من الفزع. فقال له ورقة بن نوفل: إذا سمعت النداء فاثبت حتى تسمع ما يقول لك. ولما خلا محمد بنفسه وسمع النداء مرة أخرى ثبت محمد وقال: لبيك. وعندها قال المنادي: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم أكمل المنادي: قل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، حتى فرغ من فاتحة الكتاب. ذكر أن هذا القول منسوب لعلي بن أبي طالب. نبدأ بالآية الأولى وهي بسم الله الرحمن الرحيم. فسر هذا النص بأنه بداية لكل سور القرآن عدا سورة التوبة، والمقصود منه هو أن يبدأ كل مؤمن بسم الله معترفا له بصفتي الرحمن والرحيم، اسمان مشتقان من الرحمة وهي الرقة والتعطف على وجه المبالغة، فالرحمن أشد مبالغة من الرحيم أو من رحيم. الواضح أن القائل هنا ليس الله، لأنه لو كان هو القائل لأتت هذه الآية بصيغة الأمر، مثال: ابدأوا كل شيء بسم الله، أو لا تباشروا أي عمل دون النطق بسم الله. ومن قصة سبب النزول نستنتج أن هذا النص لم يذكر في الأصوات التي سمعها محمد من المنادي الذي زعم أنه أوحى إليه بسورة الفاتحة، فمن هنا يتضح أن محمد قد أقحم هذا النص في قرآنه للإعلان عن إله الإسلام بصفتي الود والرحمة. أما مضمون بسم الله الرحمن الرحيم فلا يستند على أي دليل، لأن محمد لم يعطي برهانا على أن الله رحمن رحيم، وكان الأصح أن يقدم الله بصفتي المنتقم الجبار، فتصبح الآية بسم الله المنتقم الجبار، وبهذا يكون الإعلان من باب الإنذار والذي لا يحتاج إلى دليل في بادي الأمر، لأن الخوف من كيان منتقم جبار غالبا ما يحجب تفعيل المنطق والتساؤل. ننتقل إلى آية الحمد لله رب العالمين، أي الحمد والشكر لله الذي يتحتم على المؤمنين أن يعترفوا بأنه رب لهذا العالم ورب للبشرية قاطبة. هذا هو التفسير التقليدي للآية، أما العقل الحر فلا يقبل أن يذعن لهذا الطلب ولا يردد هذه الكلمات دون معرفة السبب.
فالإنسان المفكر لا يرى أي تبرير يجعله يشكر الله أو يكون ممنونا لما زعم أنها نعم وهبها إله الإسلام للبشرية، وذلك لثلاثة أسباب. أولا، الإنسان لم يطلب أي شيء من الله. ثانيا، الإنسان لم يخير بأن يعطى أو بالأحرى أن يستعير هذه النعم الزائلة والمستردة منه عاجلا أم آجلا، وربما بطرق شرسة مثل الأمراض المزمنة وأرذل العمر والخرف. ثالثا، الإنسان معرض أن ينتهي حطبا لما زعم أنها نار إله الإسلام، لأننا كما علمنا أن الله قال بوضوح: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ووفقا لإحصائيات اليوم، فإن ما يقارب 80% من سكان العالم هم من أهل جهنم. أما آية الرحمن الرحيم فهي إعادة لما أتى في أول السورة، ولا نرى أنها أو لها أي قيمة سوى الزيادة في الإعلان لإله الإسلام دون دليل. ثم نأتي على مالك يوم الدين لنعلم من المفسرين المسلمين أن الله سيكون المالك المطلق ليوم الحساب، أو ما ادعي أنه يوم القيامة، وأن لهذا الإله مطلق السيطرة والتحكم في ذلك اليوم. ولكن لا نرى هنا أي دليل على أنه سيكون هناك يوما للبعث والحساب، ولا نرى فائدة لهذه الآية سوى تفخيم في الدعاية لإله الإسلام. ثم نسمع إياك نعبد وإياك نستعين، وهو نداء ملزم به من آمن بالله ليؤكدوا كامل عبوديتهم له ومطلق اعتمادهم عليه. فلقد سمعنا هذا التسليم ألاما بعبارات أخرى مثل لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعرف المسلمين لا يستطيع الإنسان تحريك إصبعه دون أن يأذن الله بذلك. وبعد ذلك يأتي الطلب بآية اهدنا الصراط المستقيم، والمقصود هنا أن تلهمنا هداية الحق والتي بها استقام كل شيء، وهي الطريق الصحيح للوصول إلى بر الأمان. أما آية صراط الذين أنعمت عليهم فمن الواضح أنها إعادة في الطلب لتأكيد نوعية الصراط الذي يطلبه المؤمنون، ولا نرى غرضا من هذه الآية سوى تعريفا ثانيا للصراط المطلوب، أي يجب أن يكون صراط من أنعم الله عليهم وبارك أعمالهم. ثم نستقرئ بعد ذلك أن كلا الله والمؤمنين عندهم إشكال في ماهية الصراط المستقيم، لذا نجد هنا إضافة تعريف ثالث أو صفة ثالثة، وهي غير المغضوب عليهم، ليؤكد المسلمون أنهم مدركين بأن الذين أنعم الله عليهم هم ليسوا من أولئك الذين وقع عليهم غضبه أو غضبه. ثم نرى المؤمنين للمرة الرابعة يضيفون تعريف ولا الضالين، لكي يبعدوا أي شك أو شبهة على نوعية الصراط الذي يتوقون إليه. هو باختصار صراط مستقيم، صراط من أنعمت عليهم
أولئك الذين لا يوجد بينهم من غضبت عليه ولا يوجد بينهم من ضل عن إرشادك وهدايتك. وها نحن نرى الآيات تتراكم إلى استفسار يكاد يكون سخيفا، وإلى حوار أو طلب أشبه ما يقال عنه تحصيل حاصل. ومن هذا السيناريو نستنتج من سورة الفاتحة موقفين غريبين يصعب تبرير أي منهما. الأول، إذا كان الله هو من يخاطب المؤمنين ليرشدهم إلى طلب الهداية، فيبدو أن الله عنده شك كبير في مستوى إدراك وفهم مخلوقاته من البشر، فهو يكرر نفس المضمون 4 مرات ليوصل إليهم رسالة يمكن أن تختصر ب4 أو 5 كلمات، مثال اهدنا إلى الصراط وفعل الخير، أو ألهمنا طريق الصواب واجعلنا صالحين. أما الموقف الثاني فهو افتراض أن المؤمنين هم من يلحون على الله في طلب الهداية، حيث نرى أن هؤلاء المؤمنين مما زعم أنهم مخلوقات الله البشرية ليس لهم أي ثقة بأن خالقهم الذي آمنوا به يعي ويدرك بسهولة ما يطلب منه. وإليكم تعليقي لوضح لكم أن بسورة الفاتحة العديد من المغالطات التي تشمل تناقضا في المضمون، تحريف في الآيات، ترقيع في النصوص، تكرارا عبثي، وقناع لجهل تام لا يعرف شيئا عن سلوك الإنسان حينما يصاب بالفصام أو بالاختلال العقلي. أولا، نرى واضحا أن محمد قد أقحم نص بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن، والذي لم يذكر مع تلك الأصوات التي زعم محمد أنها وحي إلهي. ثانيا، تناقض واضح بين ادعاء الله أنه رحمن رحيم وبين ما رأينا من عقوباته المفرطة ووعيده بعذاب سادي. ثالثا، هناك خطأ واضح في تسلسل الآيات، فآية اهدنا الصراط المستقيم يجب أن تأتي بعد إياك نعبد وإياك نستعين، لأن العبادة والاستعانة لا تأتي إلا بعد الهداية. رابعا، المنادي الخفي أو ما زعم بأنه الوحي كان يخاطب محمد بلغة المفرد، أي أنه كان يطلب من محمد أن يقول إياك أعبد وإياك أستعين وأهدني الصراط المستقيم. وها نحن نرى إضافة على هذين النصين ليصبحا آيتان فيهما الطلب موجه للجمل، أي إياك نعبد وإياك نستعين وإهدنا الصراط المستقيم. وباختصار نرى هنا تحريف واضح في آيتين من سورة الفاتحة. خامسا، في هذه الصورة نلاحظ تكرار للمعنى ودون فائدة، حيث نجد المنادي المزعوم أو كاتب القرآن يعيد نفس المضمون ب4 نصوص مختلفة. فالصراط المستقيم لابد أن يكون صراط منعم عليه بالصواب والخير، وبالتأكيد هذا الصراط لا يمكن أن يحتوي مغضوب عليهم، ولا يعقل أن يحتوي أشخاص ضالين. ولو كان ينم عن أي من هذا أو ذاك لما سمي صراطا مستقيما. وبعبارة أخرى، فكأن الوحي أو إله الإسلام يخبرنا بأن المسلمين قاطبة هم على درجة عالية من الغباء، فها هم
ولعدة مرات يطالبون رب العالمين أن يكون على بينة واضحة من طلبهم في هدايتهم إلى الصراط المستقيم. فغباؤهم يتركهم في شك أنه ربما يكون الصراط المستقيم الذي طلبوا إليه الهداية ليس هو الصراط الذي أنعم الله عليه، وربما يكون صراط يحتوي منهم من المغضوب عليهم، وربما يحتوي على منهم من الضالين. ثالثا، لا ندري كيف أقحمت سورة الفاتحة في القرآن، لأن محمد ادعى أنها كانت خطاب موجه له شخصيا ليهدئ من فزعه حينما يخلو بنفسه. سابعا، لا شك أن محمد حينما سمع أصوات المنادي كان يعاني من الهلوسة، والتي كانت تعزى في الماضي إلى مؤثر غيبي، إما ما زعم أنه عالم الجن أو ما ادعي أنه من أعالي السماء. ولكن محمد ومؤيده ورقة بن نوفل يريدنا أن نصدق أن ما سمعه محمد هو وحي إلهي لا شك فيه. وهنا لا بد أن نذكر ما أكده العلم المتقدم، وخاصة علم طب النفس، عن الأشخاص الذين يعانون من سماع أصوات لكائنات غير مرئية. إليكم اقتباسين من مراجع علمية، والتي ستجدون الكثير منها على الإنترنت. الاقتباس الأول، سماع الأصوات في الرأس هو النوع الأكثر شيوعاً من الهلوسة في الناس الذين يعانون من حالات الأمراض العقلية مثل الفصام. يمكن أن تكون الأصوات ناقلة أو معادية أو محادية، ويحتمل أن تصدر هذه الأصوات أوامر ضارة أو مؤذية، ويمكن أن تشارك الشخص في المحادثة وقد تعطي تعليقا على أفعال الشخص. الاقتباس الثاني، ما هو الفصام وما هي أعراضه؟ الفصام هو اضطراب عقلي يتميز بالسلوك غير الطبيعي والكلام الغريب وانخفاض القدرة على فهم الواقع، ويشمل أعراض أخرى مثل التفكير غير الواضح أو المرتبك وسماع الأصوات التي لا وجود لها. وإليكم ما أتى به المفسرون المسلمون ليتوجوا سورة الفاتحة بأكاليل القدسية. نبدأ بما قيل أنه حديث قدسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. ثم يأتينا أولئك الفطاحل من رجال دين الإسلام ليكملوا لنا قدسية الفاتحة بقولهم: الفاتحة هي بمثابة مقدمة للقرآن، وتعني أن الكتاب هو لشخص يسعى إلى الحقيقة، قارئ يسأل الإله الواحد في ألوهيته سبحانه وتعالى، الإله الذي يستحق كل الثناء
خالق العوالم ومالكها وداعمها أن يهديه إلى الصراط المستقيم. ثم نسمع بختام المسك من أولئك المسلمين عمالقة التدليس وانتقاء المفردات الرنانة ليقولوا لنا إن سورة الفاتحة تلخص كل الحقائق الميتافيزيقية والأخروية التي يجب على البشر أن يدركوها ويظلوا أو يبقوا واعين لها. إلى هنا آتي على نهاية تفسير سورة الفاتحة، وإلى لقاء قريب لنبدأ بتفسير سورة البقرة. لكم مني كل التقدير والاحترام، وأنا أرحب بكل تعليقاتكم وأسئلتكم، ودمتم بكل خير وسلامة.